للحديث عن استمرار ارتفاع أو تفشي الإصابة بفيروس كورونا في العراق في ظل تخبط وازدواجية من الحكومة في التعامل مع الوباء، ينضم إلينا عبر الهاتف أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ يحيى السنبل. مرحبا بك شيخ يحيى. وزارة الصحة تعلن عن تسجيل 22 حالة وفاة جديدة و 787 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية. كيف تنظر إلى تعامل الحكومة والجهات المعنية مع الأزمة؟ أحييك وأحيي مشاهدي قناة الرافدين. حياكم الله. أخي العزيز، الحكومة العراقية لم تقم بواجبها تجاه هذا الوباء وهذه الجائحة، وذلك من خلال عدم إمكانيتها من توفير أي من المستلزمات الصحية الحديثة الواجب أن توفرها أي حكومة لشعبها في ظل هذه الظروف. فقد اعتمدت هذه الحكومة على المؤسسات الصحية المتهالكة والتي كانت منذ أو قبل الاحتلال، لذلك هي لم تقم ببناء مستشفيات حديثة ولم تجهز بأجهزة حديثة لمواجهة هذه الجائحة، إضافة إلى محاولة اعتمادها على ما تتبرع به المنظمات العالمية لمواجهة هذا الفيروس. رغم الميزانيات المليارية للعراق، يعني لم تقم الحكومات ببناء مستشفيات جديدة ولا تجهيزها أجهزة متطورة مثل ما ذكرتم أيضا، واعتمادها أيضا على المنح التي تقدمها المنظمات الدولية. مع ذلك الحكومة يعني تقول أو تلقي باللوم على المواطن العراقي، تقول إنه لا يلتزم بتعليماتها الصحية. أخي الكريم، المواطن العراقي لا حول ولا قوة له في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة. المواطن العراقي اليوم يعتمد، إذا لم يعمل في هذا اليوم هو لم يأكل هو وعائلته. لذلك المواطن العراقي من حقه على الدولة التي فرطت بهذه الميزانيات المليارية المفروض عليها أن توفر له العيش الرغيد، أن توفر له لقمة العيش، أن توفر له البطاقة التمويلية التي سلبتها منه منذ عام 2003. لذلك المواطن هو الآن في حيرة في أمره، هل يجلس في بيته مع عائلته على الجوع أم يخرج لمواجهة هذا الوباء من أجل أن يعمل يكسب قوت يومه؟ المواطن العراقي لا يتحمل المسؤولية، المسؤولية تتحملها هذه الحكومات المتعاقبة البائسة التي فرطت بأكثر من 1400 مليار دولار كانت قادرة على بناء كل في كل مدينة في العراق مستشفى يضاهي في إمكانيته مستشفيات أوروبا. هناك أيضا مستجد خطير شيخ يحيى السنبل على المستوى في العراق. الآن وزارة الهجرة تعلن تسجيل أول إصابة لنازحة في مخيم أشتي بمحافظة السليمانية. هل رصدتم شيخ يحيى أي تدابير ربما اتخذت للنازحين من قبل وزارة الصحة؟ أخي الكريم، النازحين ومخيمات النازحين تعتمد على المنظمات الدولية أو المنظمات الإنسانية أو منظمات لربما محلية تقوم بواجبها في هذه المخيمات، أما الحكومة فلا وجود لها مطلقا ولم توفر لهم أي شيء. المنظمات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات العالمية هي من وفرت هذه الخيم التي يسكنها هؤلاء المواطنين النازحين دون وجود أدنى مستوى من الحياة السليمة، فلا وجود للتدفئة في الشتاء ولا وجود لأجهزة التبريد في الصيف. فكيف يمكن أن يعتمد أو تعتمد هذه المخيمات على هذه الدولة البائسة التي هي تسرق حقوق المواطن العراقي؟ هي سرقت البطاقة التمويلية، ألم تسرق ما خصص للنازحين في هذه المخيمات؟ إضافة إلى نقطة رئيسية، إن الحكومة تخضع للأجندة الإيرانية في فتح الحدود أمام هؤلاء الوافدين من إيران،
والتي انتشر هذا الوباء. هذا أيضا يدفعنا لتساؤل شيخ يحيى عن موضوع المخططات أو مشاريع التغيير الديموغرافي في العراق. نازحون يشتكون دوما من الإهمال وعدم السماع لشكواهم، محللون يرون في تعامل الحكومة مع هؤلاء النازحين شيخ يحيى بهذه الطريقة أن ذلك هدفه طبعا التغيير الديموغرافي لمدن هجروا منها قسرا. إلى أي مدى تعتقد أن هذا الوباء ربما أيضا سيتخذ وسيلة لتنفيذ مشروع التغيير الديموغرافي أيضا في العراق؟ هذه الحكومة تخضع لأجندات خارجية ولأجندات إيرانية واضحة، لذلك هي تسير وفق المنهج الإيراني وفق ما ترسمه إيران لها من أعمال تغيير ديموغرافي. والنازحون الذين الآن في مخيماتهم منذ أكثر من 7 سنوات أخي العزيز لم يواجهوا أو لم يشعروا بأن هناك حكومة تسأل عنهم أو ترعاهم، وقد تركوا ديارهم، بل دمرت كثير من الأحياء السكنية في مدن الموصل والرمادي والفلوجة وجرف الصقر، بل جرف الصقر لن يسمح بعودتهم مطلقا، إضافة إلى مدن أخرى في صلاح الدين وفي الأنبار. لذلك عملية التغيير الديموغرافي بموجب الأجندة الإيرانية تنفذها الحكومة بحذافيرها، وتسعى لتجعل أيضا من أي وباء ومن أي مشكلة سببا في تنفيذ هذه الأجندة. نعم، إنها الحكومة اليوم لن تشعر بما يشعر به المواطن العراقي، وخاصة في عمليات فتح الحدود وما تواجه هذه ما يواجه الشعب من هذه الجائحة وارتفاع بالأرقام للمصابين سواء في مخيمات النازحين أو في المدن العراقية الأخرى. نعم، نشكرك شكرا جزيلا الشيخ يحيى السنبل، أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية.